سلام حبيباتي، سلام الزينات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا الحمد لله في نعمه. مرحبا بكم معايا في هاد لا نوفيل فيديو. سمحوا لي على بالي بلي طولت عليكم الغيبه، مي راكم تعرفوا ظروفي. وحبيت نشكر كامل المشتركات العزيزات على قلبي اللي كانوا يسقسوا عليا في لي كومونتير. كاين بزاف اللي سقسوا عليا وقالوا لي اسكو سلكتي ولا لا لا، كاين اللي قالوا لي دعي لنا. اليوم حبيباتي جيت نقول لكم بلي الحمد لله يا ربي راني مليحه انا والمزيود ديالي، وربي يحفظكم كامل اللي دعيتوا لي. وحبيت نقول لكم ثاني بلي كامل تفكرتكم ودعيت لكم، وربي يحقق لكم كامل واش راكم متمنين يا ربي ان شاء الله. وكما راكم تشوفوا حبيباتي الفيديو تاع اليوم راح يكون على نهار الولاده، نهار ونهار اللي موراه، على خاطرش انايا كنت قعدت في لوبيتال 3 جوغ. الوغ حبيباتي سييت نصور لكم لقطات هكا ونديرهم لكم في فيديو ونجي نطلع عليكم. كما راكم تشوفوا حبيباتي اول حاجه درتها قبل ما نروح لوبيتال كنت وجدت لافاليز تاعي وتاع البيبي، كنت درت فيها حوايجي والفراش وحوايج البيبي وكامل واش راني نحتاج في لوبيتال. اولا فاليز تاعي كنت وجدتها يومين قبل ما نزيد، سبحان الله تقشي كنت حاسه ماغيري كان مازال لي واحد 20 يوم باش نزيد. مي حبيباتي الحمد لله وجدتها في وقتها من قبل ماما ولوستي وكامل كانوا غير يقولوا لي وجديها، مي انا كنت نستهون. مي معليش الحمد لله وجدتها في وقتها، كنت حابه نصور لكم مي والله ما كفاني الوقت. كيما على بالكم وجدتها يومي كنت حنصور لكم، بعد جاتني زياده سبحان الله. السطر بداني بالجمعه في الليل، كنت نحس بواحد السطر هكذا شغل السطر هكا شويه خفيف ماشي قوي بزاف، وكان زعما يجيني كل زوج سوايع كل زوج سوايع ونص. ومن بعد هكا مع الفجر بدا يتقارب ولا يجيني كل ساعه، ومن بعد ما جيت لحق 8 تاع الصباح 10 ولا يجيني كل نص ساعه، وكان يتقارب وكل ما يتقارب في المده الزمنيه تاعو كل ما كانت تزيد الشده ديالو، معناتها كان يزيد يرجع قوي اكثر واكثر. ومن بعد حسيت بلي راني رايحه نزيد، قلت بلي باينه بلي هادو هما اعراض الولاده خاطرش كنت نقرا من قبل عليهم. ومن بعد حبيباتي هو هذاك الطريق هو، وانا كشغل نزيد نصبر في روحي ونقول والله ما نروح لوبيتال. ماكري الزوج كان غير يقول لي ايا نروح، وقال لي هيا نديك وكامل، وحنا لوبيتال قريب لينا. الا قلت علاش نروح ونقعد نتعذب تماك، قلت خليه حتى يولي السطر متقارب زعما كل 10 دقائق ولا 5 دقائق باش نروح. مي قعدت هكاك حتى تقارب هذاك السطر ورجع كل 5 دقائق باش قلت له ايا نروحو. كانت لحقت الزوج وهذاك النهار كنت اللي قلت كاع اموري دوشت، كنت وجدت زعما واش كان خاصني، كنت خملت الدار سبحان الله. هذاك السطر شد فيا وانا نسي كيفاش نخدم روحي نمشي، كنت ندير هذوك الحركات تاع القرفصه على خاطرش كيما على بالكم يساعدوا في الولاده. ومع حبيباتي كي قرب هذاك السطر ولا قوي ولا زعما هكا قوي قوي، وليت ما نقدرش نتحمله. قلت له هيا نروحو. ومن بعد وجدت روحي ولبست حوايجي وديت معايا لافاليز تاعي وتاع البيبي اللي كنتو شفتوهم في بدايه لا فيديو. لهنا حبيباتي راني نوريكم الماكله اللي كنت كليتها بعد ما زيت، والله ما قدرت كامل نوقف. حتى جاب لي الزوج هكا جوه 10 تاع الليل جاب لي هاد الساندويتش تاع الكبده وشويه فاكهه كنبردها في الدار باش كليتها شويه هكا، ما كليتش بزاف كليت غير شويه باش قدرت نوقف ونروح لهادي لا شومبغ اللي داوني ليها بعد ما كنت زيت. ومن بعد حبيباتي كما قلت لكم لحقت الزوج رحنا لوبيتال، لحقنا لتماك ريحنا استنينا شويه. ومن بعد دخلوني ومن بعد شافني طبيبه قالت لي بلي راكي هذيك هي تاع زياده. ومن بعد حكموني وعاونوني، على بالكم يا البنات ولا غير داروا لي تشكك هذوك تاع السطر ولا غير قتلوني، على بالكم بلي كي وقفت هكا باش نمشي قاعده نمشي في هذاك الكولوار باش نزيد نتحل مليح مليح، على بالكم بلي واحد السطر عظيم واش نحكي لكم سطر عظيم. بصح الحمد لله كي تشوفي هذاك المزيود ديالك هكذا قدامك تنسي كامل هذاك السطر. الوغ حبيباتي ما ديروش كامل على واش يحكوا لكم ولا واش تقراو، على خاطرش هذيك الحاجه كي تسييها باش تحسي بيها. على بالكم بلي انا ما عنديش كامل الكوراج، مي الحمد لله والله غير جزت عليها وراني فرحانه والحمد لله. سورتو كي تشوفي هذاك البيبي ولا هذيك البيبيه هكذا وترفديهم في يدك، على بالكم بلي تنساو كامل هذاك السطر وهذيك المعاناه. المهم حبيباتي ومن بعد زيت الحمد لله، زيت زياده طبيعيه بصح بالعمليه. وفي هذيك الدقيقه يا البنات على بالكم بلي دعيت لكم كامل، دعيت لافامي تاعي لافامي تاع الزوج، دعيت لكامل الناس والامه الاسلاميه كامل وكامل البنات اللي قالوا لي دعينا في لي كومونتير، ولا غير دعيت لكم ليكم والتانيت اللي ما قالوليش.
المهم حبيباتي ان شاء الله ربي يتقبل الدعاء وان شاء الله يحقق لكم كامل وان شاء الله راكم متمنين اللي متمنيه الدريه ان شاء الله ربي يرزقها ويعمر لها حجرها بالدريه الصالحه، واللي متمنيه زواج ربي ان شاء الله يبعث لها الزوج الصالح، واللي متمنيه نجاح ولا عمل ولا اي حاجه ولا زعما سكنه ولا المهم رزق ربي ان شاء الله يرزقكم كامل وان شاء الله راكم متمنين. ولهنا حبيباتي كما راكم تشوفوا هاد الكوسان دالاتمون كما راكم تشوفوا بزاف هايله تساعد سورتو هادوك اللي يديروا العمليه كيزيدوا، على بالكم باللي كي تجوا ترضعوا البيبي ديالكم ما تقدروش كامل تقعدوا ولا تطبسوا ليه، الوغ هاد الكوسان دالاتمون راح تساعدكم، انا ساعدتني بزاف بزاف، غير زيد قلت لزوجي روح يشريها لي، الوغ شراها لي وعجبتني نفسيتها ولا غير بزاف هايله. ولهنا حبيباتي هادي غدوه من داك نهار الحد في الليل قلت لكم بلي انا بت يومين في لوبيتال، كانت عجوزتي بعثت لي هاد المحمصه ولا غرجت ما شاء الله، مع كنت على بالكم بلي عيانه بكم بلي حاجه سخونه وكامل بزاف هايله. ولهنا حبيباتي شاركتكم بالمزيود، ها ليكم محمد ربي يحفظه لي ان شاء الله ويرزقكم نتوما تانيت. المهم حبيباتي نصيحتي ليكم اللي راكم راح تزيدوا ما تقلقوش، وكونوا دائما هكا واجدين، وجدوا لافاليز تاعكم، وجدوا لي بابي تاعكم، وجدوا كارنيت فامي، وجدوا دفتر الصحي تاع البيبي، لا كارت ديالكم، كارت غروباج، المهم تاعك وتاع الزوج ديالك، المهم وجدي كامل حوايجك باش الوقت اللي يحكمك استر روحي، وتانيت ما تروحي زعما مقلقه ومخلوعه ولا روحي هكا الاز باش ما تزيديش على روحك. وتاني تحبيت نشكر كامل الطبيبات والقابلات والخدامات اللي خدموا في البلوك هذا تاع الولاده في لوبيتال تاع دويره هذاك الجديد، ولا غير ما شاء الله المستشفيات تاعنا راهم غير يتحسنوا، ولا غير قاموا بيا ويقوموا بينا تماك، ولا غير ما شاء الله تحسي روحك راكي في البريفي. وتاني كيما كنتو شفتوا نقى الله الله وكلش جديد، ولا غير ما شاء الله كما يقول لك بلادنا راهي تتحسن، ان شاء الله كامل الولايات يوفروا فيها هاد المستشفيات باش اللي يكونوا هكا راحين يزيدوا ولا ماشي مع السطار ومع هذاك العيا وكامل يروحوا يزيدوا يتغبنوا. المهم حبيباتي انا نهار تخوازيام باش خرجت، كي خرجت رحت للدار، جات ماما وجات عجوزتي هما اللي جاو خرجوني مع الزوج، عجوزتي ردت البيبي هي وماما فرحوا بيه كامل. وكي رحنا للدار لقيت عجوزتي وجدت لي العشاء، كانت دارت شوربه كما راكم تشوفوا، قلت لي شويه لحم وقلت لي شويه بطاطا ودارت لي شلاضه، مي انا والله ما قدرتش كامل ناكل، كليت غير شويه شوربه وشويه لحم وخليتها كما راهي كما راكم تشوفوا فيها، الشلاضه هذيك ما قدرتش كامل ناكلها. المهم حبيباتي سيو كيفاش تاني تاكلوا، ما ديروش كما انا والله غير قعدت في طبيعتي مازال مانيش نقدر ناكل، مي نتوما سيو كيفاش تاكلوا باش ترفدوا صحتكم وتريكيبيريو ويروح لكم هذاك العيا وتقدروا تتهلاو في البيبي ديالكم. لهنا حبيباتي نكون وصلنا نهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، ما تنساوش ديروا لي لايك هكذا باش تحفزوني ندير لكم فيديوهات كما يحب خاطركم، واستناوني في الفيديوهات الجايين ان شاء الله راح يكونوا روتينات مع البيبي الجديد مع المزيود الجديد، ودعوا لي ان شاء الله ربي يحفظه وان شاء الله يحفظ لكم كامل الاحبه ديالكم، نحبكم.